اهلا وسهلا بمشاهدي شهوات 360. معكم شيف ادهم محمد من سوريا بالمغرب، فندق مازاغان بيتش ريزورت. عندنا اليوم نوعين مقبلات، نوع طبعا بارد ونوع ساخن. نوع الساخن هو لفائف سجق. لفائف سجق عباره عن نص كيلو لحم، لحم البقر بدون شحم طبعا مفروم، وعندنا الكمون، عندنا الكزبر، عندنا الملح، دبس فليفله اللي هي الهريسه، وعندنا ثوم. عندنا هلا طريقه التحضير. طريقه التحضير عندنا خبز لبناني اللي هو معروف بامبيتا. هالخبز هذا بنفتحه بالنص، طبعا يكون الخبز طري تمام، ويكون الخبز نقطعه هيك بطريقه منيحه ما يتشقشق معنا، مشان هو بدنا نقليه. 500 جرام لحم مفروم بدون شحم، بياخد معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره ملح، طبعا ملح حسب الرغبه، ما فينا نقدر كثير، في من ناس بياكلوا ملح اكثر، في ناس بياخذوا اقل، على حسب. هنا عندنا كزبرة ناشفة، كزبرة بودرة طبعا. الكزبرة لازم ينطحن فريش، ما نخليه 20 يوم شهر يبقى عنا بشان ريحة والطعمة. هلا هون عندنا دبس فليفلة. دبس فليفلة الهريسة منهم بيحبوا الحار، منهم ما بيحبوا الحار، طبعا هي حسب الرغبة كمان. عندنا الثوم اللي هو الأهم، اللي بيعطي ريحة كتير منيحة بالقلي، ومعروف بالمقبلات الثوم فتح شهية. هلا شو بنعمل؟ بنبدأ بطريقة الدعك. الدعك هو الخلط عشان ما يطلع اللحمة، نقدر نسيطر عليه بالدعك تمام؟ تمام؟ بناخد تقريبا نص كيلو على أربع قطع. نجي نحط على الخبز هيك تمام؟ وبنحط ايدينا من النص وبنسحبه لعنا مشان نتحكم فيه تمام، يتعبى الخبزة. هلا بنبدأ بطريقة اللف. اول لفة بنحطها هيك بلفة صغيرة، وبنضل كابسين ايدنا طبعا مشان ما يفرتك، ما يطلع من هون ومن هون تمام. بنمشي شوي شوي، هلا صار جاهزة. هلا عنا مرحلة تانية للقلي. هلا بنبدأ بعملية القلي. طبعا القلي راح يكون درجة حرارة الزيت 180 تمام، ويكون عنا الزيت نظيف طبعا. هلا بدنا نروح على طريقة التحضير المتبل. طبعا المكونات: باذنجان مشوي، عنا طحينة، عنا لبن اللي هو زبادي، عنا ملح، ثوم، كمون، زيت زيتون، وحامض. هلا بنبدأ بطريقة التحضير. إذا قلنا عنا هلا كيلو باذنجان مشوي تمام، كيلو باذنجان مشوي، راح نضيف عليه تقريبا طحينه، 200 جرام طحينه تمام. بناخذ تقريبا 100 جرام لبن اللي هو زبادي، راح نحط ملح حسب الرغبه 15 جرام تقريبا، ثوم ما يكون ظاهر كتير، ما يكون ناقص، ثوم مهرس طبعا. راح ناخد 15 جرام كمون تمام، حمض الليمون الفريش تمام. راح نبدأ بعملية الخلط تمام. سلطتين جاهزين،
صحة وراحة، أهلا وسهلا فيكم.